من بعد اجتماع نارين وشير وأحمد النشيط وموفلوكس بنفس البناية لمدة فاقت الأربعة أشهر، شفناهم بعدة نشاطات جمعتهم مع بعض بما فيها فيديوهاتهم على قنواتهم على يوتيوب المختلفة. أولها قناة نارين وشيرو، ومؤخرا على قناة أحمد النشيط الجديدة. فافتتح أحمد قناته بفيديو طبخ مع نارين بيوتي بالحجر المنزلي، والوصفة كانت كيكة رمضانية. هاي هاي أحمد، كيفك؟ الحمد لله، شخبارك؟ كيف سير؟ اليوم راح نسوي لكم شيء رهيب، شيء حلو. كل التمثل نارين واجتمعوا كمان على قناة مول عربية اللي حصدت أكثر من نصف مليون مشترك ب 11 فيديو فقط، فشفنا مقالب وتحديات ومفاجآت كمان. أما آخر تجمع فكان في برنامج أحمد الجديد فلتر، ففكرة البرنامج تتمحور حول عالم الأفلام والمسلسلات. فهل برنامج سينمائي يستقبل ضيوف من عالم السوشيال ميديا ليحكوا عن مواضيع مختلفة تشمل الأفلام والمسلسلات، الألعاب والموسيقى كمان؟ أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجنا فيلتر اللي راح نتكلم فيه عن كل شيء له علاقة بالترفيه. يعني ما احتاج اتكلم عنه. انا ما شفته، خليني اتحمس، خليني اتحمس بدون ما تفقن علي الفيلم. ان انا ما احرق الفيلم كلياته. اسمع، فنارين اخذت بالحلقه الاولى لقب بطله حرق الافلام لهالسبب. بعد اسبوعين بيجي خبر انه زوجها مات. انت جايبينك عشان تحرقين على الناس، انت تحرقين عليهم كل شيء. مفاجآت البرنامج كثيرة وكبيرة وما راح توقف هون، فضيوف الحلقة الثانية كثير محبوبين من طرف جمهورهم. الكم فضول تعرفوا مين؟ ادخلوا على صفحة البرنامج على الانستغرام، جمعوا أدلة وحاولوا تخمنوا مين ضيوف الحلقة الثانية. تعالوا عنا على الخاص خبرونا مين. ومن المحتمل انه نرجع نشوف أحمد ببرنامج ثاني، أما هالمرة فحيكون على شاشات التلفزيون. بالحديث عن نارين ومو أحمد النشيط، فقبل أشهر جمعهم عمل مع بعض تحديدا بالمالديف، حيث كان تصوير فيديو كليب أغنية نارين ومو الحب الحقيقي، ومن المحتمل نزولها بهذا الصيف. فبعد ما نزلنا هذا البوست على صفحتنا على إنستغرام إجانا هالكومنت من شيرو. مين منكم متحمس لكل هالمفاجآت؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات.